اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين السادس من شهر مارس 2023. سنخصص الجزء الأكبر من هذه الجولة لخبر تبرئة 8 متهمين شباب على خلفية البلاغ المعروف بمقتل رغيب الاستخبارات. سنتحدث في هذه الجولة لمحامي الشباب المبرئين والاثنين منهم، وسنتحدث أيضا لذويهم. ولدينا أيضا في جولة السودان اليوم موضوع أسواق التعدين الأهلي بالبحر الأحمر ورفع الرسوم على المعدنين بشكل مضاعف. وفي الجزء الأخير من البرنامج لدينا مادة حول ورشة جوبا لشرح مصفوفة اتفاق السلام. سنستهل الجولة كالعادة بقراءة سريعة لعناوين الأخبار وزميلة هنادي عثمان. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الاثنين 6 مارس 2023. محكمة جنايات الخرطوم تشطب البلاغات في مواجهة حسام الصياد وسبعة آخرين بعد احتجاز دام أشهر وتطلق سراحهم لعدم توفر البينة الكافية. المحكمة تكشف عن أخطاء فادحة وتجاوزات في إجراءات التحري في قضية بلاغ رغيب الاستخبارات. المتهم المفرج عنهم سعيدون بالإفراج عنه وجهات لفقت البلاغات بسبب تأثيرنا على الشارع وقضينا فترة عصيبة داخل السجون. المحامية إقبال أحمد شطب البلاغات في مواجهة حسام الصياد ورفاقه بداية لانتصارات قادمة، وننتظر قرارات مماثلة في قضية توباك ورفاقه. المحامية إقبال أحمد شطب البلاغات في مواجهة حسام الصياد ورفاقه بداية لانتصارات قادمة، وننتظر قرارات مماثلة في قضية توباك ورفاقه. المحامية رنا عبد القفار: القوات النظامية لفقت البلاغات في مواجهة المتهمين بمقتل رغيب الاستخبارات بسبب تأثيرهم على الشارع. وقفات احتجاجية في الخرطوم تنديدا بمقتل الشهيد إبراهيم مجذوب في مليونية 28 فبراير. مكتب العمل الميداني المشترك في مدني يسير موكب رد الكرامة يوم الاثنين دعما ومساندا للمعلمين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. ورشة شرح مصفوفة جوبا توصي بتمليك الاتفاقية للجهات ذات الاختصاص لتنفيذها وتوزيع كتيب لشرح الاتفاقية. الحرية والتغيير معوقات وتحديات تواجه معالجة القضايا الخمسة، وإنهاء الانقلاب يتطلب مشاركة جميع الجهات ذات المصلحة. محلل اقتصادي: تغيير العمرة أمر مهم لتلافي التزوير والتهريب الضريبي، ولا جدوى من تحويل الجمارك إلى وزارة المالية. احتجاجات لمعدني ولاية البحر الأحمر بسبب زيادة رسوم جوال الحجر من 400 إلى 2000 جنيه. معلمو غرب دارفور يسيرون موكبا إلى أمانة الحكومة بالجنينة للمطالبة بمستحقات مالية وإدارية. مزارعو مشروع السوكي يدخلون في إضراب مفتوح على الطعام أمام مقر مسجل التنظيمات أصحاب العمل والمهن الزراعية والحيوانية بالخرطوم. المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى يحمل حكومة ولاية الخرطوم ووزارة الصحة مسؤولية استمرار إضراب العاملين بمراكز الغسيل. رفع الحصانة عن ضابط شرطة وخمسة آخرين برتبة مختلفة بتهمة الاشتراك الجنائي والقتل العمد لتاجر سيارات في الفاشر. السودان وأثيوبيا يتفقان على تسريع عمل إنهاء أزمة الحدود وتفعيل التبادل التجاري. الهلال السوداني يواجه القطن الكاميروني في 3:00 غد الثلاثاء بالجوهرة الزرقاء لحساب الجولة الرابعة من مجموعات بطولة الأندية الأبطال. إلى اللقاء. شكرا زميلة هنادي عثمان. ننتقل لموضوع الساعة. شطبت محكمة جنايات وسط الخرطوم صباح الاثنين البلاغ المفتوح بمواجهة 8 متهمين بمقتل رغيب الاستخبارات العسكرية بعد حبس دام نحو سنة كاملة، حيث شطبت المحكمة الاتهامات وأفرجت عن المتهمين. ووصفت المحكمة إجراءات التحري بالأخطاء الفادحة والتجاوزات. وهذا هو ما ظل يردده محامو هؤلاء الشباب من أن هذه البلاغات كيدية بهدف إخافة الشباب من الخروج للشارع. فهل أفلحوا في ذلك؟ نستمع في البداية لإفادات اثنين من الشباب المبرئين من التهمة. شرف محمد أحمد الذي اعتبر فترة الاحتجاز امتحان حقيقي بالنسبة له.
الحمد لله على السلامة، والحمد لله انه احنا طلعنا براءة وعيننا مرفوعة الحمد لله، جوا العساكر غصبا عنهم، والموقف الجاي بإذن الله برا واصلين، ما بيكسرونا العساكر السجن. كيف كانت الفترة اللي قضيتها ظلما في السجن؟ سجن اقسم بالله صعبة صعبة شديد، ان شاء الله ما في زول في يوم من الايام الله لا يجاب زول. تدري اقسم بالله السجن ما بتقعد، السجن كعب، السجن بدل يقول السجن بيعلم وبيصلح، السجن بالعكس بيفسد. اي والله العظيم قضينا ايام اقسم بالله العظيم عبارة عن ذكر اقسم بالله وامتحان رباني، الحمد لله نحن طلعنا وان شاء الله الفرحة لسه ما تامة وناقصة ما دام ما شفنا توباك وننا باقي الرفاق احرار. كده لما نطلع نحن دردية اداب فرحتنا كده حنتيب ان شاء الله باذن الله. أما المتهم الثاني أو المبرأ الثاني الذي تحدثت إليه جولة السودان اليوم وهو قاسم حسيب، قال إن الهدف من الاتهام كان إسكات صوت الشارع وأن الشارع لم يبرد على حد تعبيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الليلة يوم سعيد جدا جدا، فرحان فرحة شديدة أني كنا في تهمة كده، يعني الواحد ما بيستبعد نفسه انه كان يمرق برا، كانت تلفيقات من العسكر وكده، والحمد لله الليلة تم البراءة بتاعتنا بفضل من اخواننا التروس الراكزين معانا اللي كانوا لينا بيتساندونا على الصمود والبغاء على هذا الظلم، الحمد لله طلعنا براءة والحمد لله مدنية. فترة كانت يعني مؤلمة جدا جدا، كانت فترة مؤلمة، لكن اتحملنا يعني ده نوع من النضال، لازم ان احنا بدل طلعنا الشارع ده نقدر على الحاجة اللي نقدر على المهم، اتحملنا كل شيء والحمد لله سلينا جراء طلعنا براء والحمد لله. بلفوا فينا تهم يعني كبيرة زي اغتصاب، بلاغ سرقة، بلاغ بتاع اي حاجة كبيرة، عايزين يلفقوا فينا البلاغات دي، مع انه الجماعة دي إن عصرينهم على الشارع وكده وكده، المهم قالوا إنه الجماعة دي نخطوا في بلاغات زي قدر دي ما إنه الشارع عشان يبرد، والحمد لله يا أخواننا هنا على الصمود والشارع ما برد والحمد لله، بس بقينا أقوى وأقوى من أول وإن شاء الله حنرجع للشارع تاني من جديد. وتحدث لجولة السودان اليوم أيضا والد المتهم المبرأ حمزة الصالح. والله أقول أول حاجة الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على ما أنا قدر وفعل، ونحمد الله على سلامة الأولاد كلهم أنهم طلعوا أبرياء على حاجة ما حقتهم، يعني حاجة شالوا درعا لهم في رقبتهم قعدتهم. أنا حمزة بالذات كان قاعد سنة إلا 18 يوم، نعم يعني سنة إلا 18 يوم من 24/3/22، نعم، وخرج الليله الحمد لله بالسلامه، لكن نقول قدر الله ما شاء فعل وربنا يجازي اللي كان السبب. نعم نعم، يعني احنا حق حمزه حق حمزه ما يعني ما حاجه بسيطه كده نحن نقول يا اخي نحن والله الحمد لله انه ولدنا جانا، لا ولدنا ده زل واتهان وقعدوه في محلات، والله انا عمري 60 سنه ما شفت حاجه منها، ولد عمره ما تعمله 20 سنة لفلي من حراسات لسجون، يعني لفة من الفيدرالية للهدى لكوبر لوين، يعني دي حاجات نحن يعني ده يعني كابوس مظلم بيكون مر علينا في حياتنا، يعني السنة دي بالذات يعني غاية بس ربنا إذا ويدي ولا اليقين والطمأنينة على الفترة القبادة هي درس بالنسبة له قبل كل شيء. ما زلنا نتابع خبر تبرئة 8 من الشباب المتهمين بمقتل رقيب الاستخبارات العسكرية صباح اليوم الاثنين. في الدقائق التالية نستمع لطائفة من تصريحات محامو الدفاع، نبدأ بالأستاذة رنا عبد الغفار. أنا رنا عبد الغفار عبد الرحيم المحامي، نحن يعني عضو واحدة من حياة الدفاع، نحن البلاغ ده طبعا أنا وشيراز وميسون كان مسكنا من الأول وتابعنا لحد البلاغ ده مسكوا عدد كبير جدا كان من الثوار، ما مسكون لأنهم مجرمين، مسكون لأنهم ثوار فاعلين في الشارع ولفقوا ليهم التهم، دبروا ليهم المكايد، لكن لأنه الله فوق وعالم وعارف عشان كده استطعنا انه نثبت براءتهم، مش بس يعني وصلت بهم المرحلة يعني من السوء انهم هم يا سلام يا سلام يا سلام يا حسين. طبعا انا واحدة من الثوار يا جماعة وناس الشارع ديلة،
فالجواعد حقيني. ف البلاغ كانوا عشان يضربوا الثوار في بعض جايبين واحد من الثوار عايزين يبقى يقولوا انه مصدر وانه هو يعني دقوه عذبوه وحشروه ودخلوه في ناس الاستخبارات وكذا على اساس انه يجي يشحن ضد الثوار. لكن لانه ثورتنا دي زيها ما في واولادنا شجعان والثوره دي سلوك والثوره دي حاجات كثيره جدا اولادنا الصغار دين كويس اثبتوا فعلا فعلا انهم ثوار احرار انه مهما عملت ومهما حاولت العزل ومهما بذلت الجهد فانك انت يعني تكسر عزيمتهم. دقيقه لو سمحت كويس عايزين يكسروا عزيمتهم لكن يعني فشلوا وثورتنا ناجحه وماشيه قدام والسودان الجديد جاي وان شاء الله باذن الله تعالى مهما انتم شايفين هسه الموضوع صعب وما حيحصل لكن نحن نعلم جميعا نعلم من الله ما لا تعلمون زي ما قال ابو سيدي نحن نعلم من الله ما لا تعلمون كويس والله معانا كل اللي بيحصل ده لخير ما لشر. طيب استاذ رنا نفسك في ثورتنا شديد وداني ما في زول يخون الوطن مهما كانت الأسف. طيب الان هم يعني امروا بانه يطلقوا سراحهم الان من غير اي تهم شطب القضيه لانه ما في بينه ترتقي الى حد انه يوجهوا لهم اي تهمه وان شاء الله باذن الله تعالى ماشيين قدام ومنتصرين بعون الله سبحانه وتعالى. والثورة دي ما بس ناس في الشارع فيها نحن كمحامين فيها الأطباء فيها كل زول في بلدنا دي بيقوم بدوره والإعلاميين يعني شغلكم ده بالمناسبة مهم شديد جدا 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 جدا. وتحدثت إلينا أيضا الأستاذة سعاد من هيئة الدفاع عن خالد المامون. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ سعاد هيئة الدفاع خالد المامون. طبعا اليوم كانت جلسة بتاعت النطق بالحكم طبعا طلع قرار من مولانا بشطب البلاغ لعدم وجود بينة كافية في مواجهة الثوار وأطلق سراحهم جميعا. فمبروك للثوار ومبروك للثورة ومبروك انتصارنا للثورة ومبروك ونقول دي عدالة السماء قبل تكون عدالة الأرض. ونقول شكرا لكل من وقف معانا ومع الثوار ومع الأولاد وشكرا لانتصار الحق. طيب ماذا عن الفترة اللي قضوها الثوار داخل السجون زورا؟ هل في قانون بيسمح بانه هم ممكن يقاضوا بعد كده الجهات او من حقهم؟ طبعا من حقهم لانه في لوائح وفي حاجات وفي عندنا نحن اتفاقيات بتاعه حقوق المتهمين داخل الحراسات موقع على السودان ومصادق عليه من حقهم يمشي يقاضوا ويرفعوا دعاوين ونستمر ان شاء الله احنا معاهم. وتحدثنا للاستاذ محمد بابكر من هيئه الدفاع عن قاسم حسيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ محمد بابكر دفاع عن المتهم الثامن قاسم حسيب بين قوسين ديسكا يا جماعة ومتضامنين مع كل الهيئات هيئة الدفاع والبلاغ رقمه 1152 على 22 كان تحت المادة 130 وكلكم تعرفوا المادة 130 القتل العمد والمادة 21 الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي والمادة 51 اللي هي ابتدأت بها النيابة العامة الموت في الظروف الغامضة والمادة 149 الاغتصاب. هذه هي التهم التي وجهت إلى المتهمين الثمانية وتابعتم كلكم الإجراءات منذ الجلسة الأولى كانت في محكمة جنايات وسط الخرطوم وأبلغ ما ذكرته المحكمة الموقرة إنه الشاهد وجدي هو شاهد غير ذو مصداقية. الكلام ده قالته المحكمة ما قلناه نحن يا جماعة. لماذا ذكرت المحكمة بأنه الشاهد وجدي كان غير ذو مصداقية؟ لأنه قد تعرف بعد فتح البلاغ في فرعية الخرطوم على المتهمين وكان مغبوط هو وجاد كريم وكانوا جلوس قاعدين في الواطة وجابوهم شهود. شفت لكم شاهد
بيتم القبض عليه وبيكون قاعد في الوطية يا جماعة. بالنسبة لجاد كريم شهادته نفت أي تهمة بالنسبة للمتهمين وجاءت البراءة. وقبل كده قلت لكم جهينة قد قطعت أو لكل خطيب وجاءت بالخبر اليقين بأنه ما لصغ بهذه الثورة بأنه السوار يرتكبون في موكب جريمة الاغتصاب. القرار ده كان رد بليغ بالنسبة لما يلصق بهذه شنو الثورة يا جماعة. سلمية 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 ومنتصرين ونحن قدام. القرار النهائي شنو؟ القرار النهائي أصلا ما تمت إدانة، ما في إدانة يا جماعة. المحكمة لم توجه أي تهمة وبالتالي مش براءة، لأنه المتهم محمي بأصل البراءة يا جماعة. يعني كما ولدته أمه، كما ولدته أمه أصلا ما في تهمة، أصلا ما في تهمة. زي ما جاء من بيتهم يرجع بيتهم. شكرا، كتر خيركم وبارك. وتحدث مراسل دبنجة أيضا لطائفة أخرى من المحامين الذين حضروا الجلسة. أنا دايرة أتكلم عن إنه يا الحمد لله وشكر لله إنه ربنا أفرج عن يعني أفرج عن السوار ديل. الشغل ده غير إنه شغل قانوني، لكن شغل بتاع الرأي بتاع عام، يعني رأي عام. فنحن هنا بنقول إنه الأولاد ديل اتعرضوا لظلم معنوي وظلم نفسي وبدني. فنحن بنتمنى يا جماعة إنه ربنا يعني ينصرنا عليهم، وإنه نقدم بلاغات في حامة شاندينا والمنظومة بتاعت الفساد بتاعت دي، لأنهم من رتقوا وخيطوا وعملوا البلاغات ديل ولصقوها في السوار ديل. وبنفس الطريقة المشابعة بلاغنا سام ده هم عملوا بلاغ ناس توباك ورفاقه. فنتمنى انه ربنا يعني يجبر بخاطرهم، انه ربنا يعني يمسح الاثار السيئه اللي دخلت لهم في نفوسهم من الاعتقال التعسفي والتحفظ ده، وانه اعتقال ما عنده اي سند قانوني سوى انه تلفيق يعني لبلاغات في الثوره والسوار. وفي الختام وجه الزميل صالح زكريا اسئله للاستاذ ميسون حول حيثيات التبرئة وماذا يعني ذلك بالنسبة للشباب المتضررين من الاحتجاز. سمع أستاذ ميسون، أنا عايزك يعني تركزي لي على الحيثيات اللي ذكرت المحكمة قبل ما تصدر الحكم، وخصوصا فيما يخص النزعة بتاعة الاتهام لخلق بينات تدين المتهمين الأبرياء. المحكمة ارتكزت في فرارة على البينات اللي تقدمت اللي هي كلها عبارة عن شهود. مجموعة الشهود اللي قدوا أدلوا بإفادتهم ما عدا ثلاثة، يعني قاموا بيتكلموا عن إنه هم ما شافوا حاجة وما كانوا متواجدين في مسرح الحادث. نعم. أو يتواجدوا وما كانوا ما شافوا زول وما قدروا يتعرفوا على زول. نعم. في واحد جاء أصلا جايبينه بالتعذيب، أرغموه على دا الشهادة، لكن هو أمام المحكمة أدلى بالحقيقة وبين إنه هو ما كان موجود في مسرح الحادث برضو. كيف تناولت المحكمة الشهادة دي في حيثيات الحكم؟ هل ذكرت؟ أيوة، مولانا ذكر كل الأدلة اللي قدمت في قضية الاتهام، وأشار الله باعتبار إنه هي ما بتشكل بينة لتوجيه تهمة أصلا. نعم. سمع أستاذ، يعني في مثل هذا الظرف الشباب ديل جلسوا وما يغارب العام وكانوا في سجون وتعرضوا للتعذيب، والآن المحكمة في حيثياتها بتقول إنه ما فيش بينة، بل بالعكس بتمشي أكثر من ذلك إنه في نية كانت لخلق بينة زائفة لإدانتهم. المحكمة فعلا أشارت للموضوع اللي حصل من التعذيب والتدخل في الشغل، يعني قالت انه في خطا، اصلا مش خطا في الاجراءات، في تدخل في الاجراءات. وبعد ذلك من حق المطلق صراحه ديل انه يرفعوا دعاوى اصلا هم بتاع التعويض، او يرفعوا في مواجهه الناس اللي قبضوهم وخلوا بيصير العداله وجابوا لهم بينات كاذبه كلها. تمام، انا بس كنت داير اصل لدي. شكرا لك استاذه ميسون. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ما زلتم تتابعون جولة السودان اليوم، ننتقل لموضوع آخر.
قرر المعدنون بولاية البحر الأحمر إغلاق أسواق التعدين الأهلي في جبيت وهيا، وذلك بسبب زيادة الرسوم على شوارع الحجر من 600 جنيه إلى 2000 جنيه. راديو دبنجة تحدث إلى دروب الحسن رئيس لجنة المعدنين بولاية البحر الأحمر حول هذا الموضوع. أسواق التعدين من طرق السودان في زيادة للهجر اللي هو بيتلوه المعدنين التغليبين من تحت الواتا عشان يمشي يقنوا في الكواهين بيعبوه في قوي ماي في جوالات انت ما يا سادة بيعبوه في جوالات ويودوا للطواهين عشان يطحنوا يتلوا منه المعدن بتاع الذهب. الجوال عشان يخش للطواهين الشركة السودانية للموارد المعدنية عاملة سور لكل التواهين وعملت فيهم بوابة واحدة عشان هي تتحصل الهجر الأمرو الزخوش للتواهين عشان تأخذ في كل جوار رسوم 400 جنيه. في السنة الجديدة أجازوا أو عملوا زيادة للجوال من 400 جنيه إلى 2000 عشان الإيراد بتاعهم يرتفع حسب ارتفاع سعر الجرام في سوق التعدين. نعم. طيب ولاية البحر الأحمر بتختلف طريقة الأسواق لأنه في كل منطقة فيها تعدين فيها سوق وفي كل سوق موجود في بوابة بتاع الشركة السودانية. نعم. لما كده في الناس بتمشي من ولاية البحر الأحمر لولايات تانية عشان لأنه في كل الأحوال المعدن لما يأخذ ذهبه وقروشه هيسافر يمشي أهله من المنطقة هيمشي للولايات التانية، فكل المعدنين هم من خارج ولاية البحر الأحمر أو معظمهم 70% 80% من خارج الولاية. هنا بقى في ضغط للمعدن عشان يشيل الحجر بتاعه يمشي ولاية أخرى يطحن في الولاية تانية عشان من قريب يأخذ قروشه يمشي لأهله بدل ما يطحن في شرق السودان يدفع 2000 أخير يمشي لأهله يدفع مع أهله 2000. نعم. فالناس هنا بقى ترفض أنه يشتغل عشان 2000 لأنه يمكن يلقى فيه ذهب يمكن ما يلقى فيه ذهب، أنا أدفع 2000 للجوال وما ألقى ذهب معناه دي خسارة بالنسبة لي أنا كزول معدن شغال بيدي. فالناس بقى تفر من مناطق التعدين لأنه التعدين بقى تاني خلاص بالنسبة لهم هم صعب، بيجوا يفروا يعني يخلوا التعدين، حتى الأسواق بقت يعني نشفت من الناس اللي بيجوا للتعدين لأنه عارفين هتكون في رسوم، يعني تدريجيا كده هيجيب التعدين في شرق السودان التقليدي عشان تجي الشركات تشتغل. هم عملوا القانون ده وأجازوا يبدأ عشان يوقفوا التعدين التقليدي. نعم. التعدين التقليدي لو وقف هيكون في انهيار للمجتمع الشرقي لأنه هو هسه مركز التعدين التقليدي لأنه الولاية الحكومة الولائية ما بتعاين للمناطق الريفية في ولاية البحر الأحمر غير المدينة ذاتها بورسودان، حتى المحليات بتعاني يعني مع أنه في مورد وفي معاناة وفي فقر وفي مرض وفي حكومة، هنا معاناة وفي الحكومة ما عندها علاقة بالمواطن المناطق. نعم. أو الأرياف البحر الأحمر. يلا في إجازة الميزانية الولائية السنة دي 23 ولاية البحر الأحمر الحكومة أجازت يعني خصصت 7% لتنمية الولاية أو للتنمية يعني بصورة عامة. نعم. خصصت 7% من ميزانية. هنا ده دليل ثابت انه ولايه البحر الاحمر يا اما ما محتاجه لتنميه ما دام هي 7% الميزانيه بتاعتها، يا اما الحكومه ما مهتمه بتنميه انسان المناطق الريفيه للولايه. في كل الاحوال بالنسبه لنا دي عدم اهتمام الحكومه لنا هنا، يعني الحكومه بقت تعاين للايراد والمورد اكثر مما تعاين للانسان والتنميه. نعم. فنحن يا اما المقاومه يا اما الاستسلام والانهيار، فعشان كده والشركة السودانية ما هنسمح لها تشتغل بصورة زي دي، وبالذات هنشرع في انه الشركات العاملة الشركات الانتاج الامتياز والمخلفات تاني هناخد فيها في اي منطقة هنجيب من انسان المنطقة نفرين ثلاثة يكونوا هم المراقبين للانتاج بدلا من موظفين الشركة السودانية، بذاتها يعني بنشرع فيها واجتماعاتنا مستمرة فيها. نعم. اعتقد ده هو الحاصل في ما يخص التعدين بصفتي رئيس الاتحاد اتحاد المعدنين في ولاية البحر الاحمر والامين العام أمانة شؤون التعدين بالمجلس الأعلى لوزارة البيئة والعموليات المستغلة جناح تري. نعم. يعني هل الآن المنافذ مغلقة تماما؟ لا، مهنا منعنا الشركة السودانية تتحصل من المعدنين، يعني أي متحصل بتاع شركة سودانية ما يتحصل من أي زول شغال في مجال التعدين التقليدي. نعم. يوقف التحصيل بتاعه والناس تستمد شغلها بدون ما تتحصل منه أي جهة. طيب كان في أي احتجاج من الشركة السودانية للتعدين قبل ما قمتم به؟ الشركة السودانية
يمكن هي يعني ما وصلتنا نحن لا زال هسي، لكن بكل تأكيد هي بتشرع انه كيف تعالج الإشكالية دي بالصورة اللي بتشوفها هي مناسبة، وكل الطرق امامها مفتوحة يعني. نعم شكرا جزيلا. يعني نحن مرات يعني بعد المرات بيوصلونا صدلهم، بعد مرات بيوصلونا عملنا لها إزعاج وبيجي بتسدوا لحاجاتنا زي دي، لكن نحن دي كلها ما خايفين منها يعني، ما ناس بخاف من خاف من التحديد، حتى هم يعملوا الحاجة دايرنا ونحن نعمل الحاجة دايرنا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. في ختام هذه الجولة ننتقل إلى جوبا، حيث تم اختتام ورشة شرح مصفوفة اتفاق السلام التي نظمت بواسطة الوساطة الجنوبية لأجل تحديث المصفوفة. على هذه الخلفية تحدثت جولة السودان اليوم لمحمود محمد كورينا القيادي بحركة تحرير السودان قيادة مناوي. الورشة دي امتداد للورشة بتاعة جوبا. طبعا زي ما انت عارف المصفوفة اللي كان عملناها لظروف ما سياسية وغيره وغيره ما يتنفذت في الجلاويل الزمنية، فاضطرينا في مشينا جوا اللي هو الورشة اللي عملها اخواننا في الوساطة جزاهم الله خير، زي ما قال الحكومة وشعب عملنا تحديث للمصفوفة القديمة. بعد ذاك جينا خطوم برضو جات فكرة انه المصفوفة دي الناس يملكوها او الاتفاق كله للجهات ذات الاختصاص من حيث التنفيذ، يعني كنت اقول الخدمة مثلا اقول استيعاب ابناء بنادافور في التعليم العالي جبنا في التعليم العالي، الوزارة ذات التعليم العالي جبناه، اي حاجة بتخص التعليم العالي جامعات من الرسوم وكذا قمنا بوابناه، الحاجة الماشية للوزارة الخارجية الماشية للخدمة المدنية الماشي للجيش الترتيبات الأمنية، فوزعنا الاتفاق على الجهات اللي ممكن تنفذ الاتفاق، فكان فكرة جميلة جدا والحضور كان حضور ممتاز جدا، يعني كل مؤسسات الدولة اللي عندها علاقة بتنفيذ الاتفاق حضروا بتمثيل عالي، كانوا وزراء وكلاء وزارات ومديرين عامين للوزارة. الورشة استمرت يومين، كان حضور وتفاعل من الممثلين والوزارات، وفي واحدين بيقولوا يا اخي والله صحيح في ضعف في نشر الاتفاقيه ذات، وفي ناس بيقولوا احنا والله ما سمعنا نسمع بالاتفاقيه لكن ما يلينا وما يعنينا من التفسير ده والله ما عارف، فما عارف التقصير مننا ولا من السمو، وفي العموم ابدوا تفاعل وابدوا استعداد انه ينفذ الاتفاقيه. فبرضو اخر التوصيات انه المصفوفه المحدثه ذاتها والموزع الوزارات كل وزاره نديها كتيب ما يعنيها مثلا من مثلا السلطه القضائيه نديها كل النصوص اللي تتكلم عن التمثيل او استيعاب كذا كل المسارات في القضائيه او في النائب العام أو كل المؤسسات العدلية خالص في وزارة العدل وغيره، فنملكهم ما يعنيهم ده في الكتيب، فده تم، ونسأل الله إنه الناس يكونوا بعدهم عارفين، ونملكهم المادة المفترض تعينهم، وبعد التنفيذ إن شاء الله، وكلهم أبدوا. طيب فيما يتعلق بالجانب بتاع الترتيبات الأمنية، الناس ممكن يصابون في الجيش في الشرطة في جهاز الأمن غير، هل في ممثلين برضو للإدارات دي برضو جاء هدر الورشة وأبدوا برضو استعدادهم جمهورتين من الجيش من الدعم السريع من كل المؤسسات العسكرية لشبره، والترتيبات الأمنية ممكن يعني أكثر يعني بروتوكول ممكن يعني مش فوق يعني مش فوق خطوات في التنفيذ، يعني بروتوكول السلطة مش فوق مثلا عين الوزراء عين الممثلين المسارات في المجلس السيادي، يعني مش فوق خطوات الترتيبات الأمنية برضو مش خطوات، تكونت الآليات المشتركة يعني عندهم برامج يومية الحكومة عينة الأطراف الممثلة وكذا، هم أكثر بروتوكول ممكن الخطوات فوق واضحة مرتبطة بالزمن
مرتبطة بالتمويل وكذا، فبرضه أبدو استعداد إنه يعني ينفذ ويمشي خطوات ما بعدها. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.